بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، بالسند المتصل إلى الإمام الحافظ أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برجزبة الجعفي البخاري، قال بسنده عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان. تقدم بعض الكلام على الشهادة بأن لا إله إلا الله، وقلنا إن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حقا يجب أن يعبد إلا الله، فالإله هو المعبود، ولا معبود حقا يعبد ويجب أن على العباد أن يعبدوه. ليس هناك إله يعبد حقا إلا الله، لا إله أي لا معبود حقا إلا الله. إذن فهمنا معنى الإله. إذن ما معنى اسم الله جل وعلا؟ لا إله إلا الله، لا معبود حقا إلا الله. فما هو معنى الله جل وعلا سبحانه وتعالى؟ الله هذا هو اسم الجلالة، وهذا الاسم هو علم على ذات الله جل وعلا الذي هو الإله الذي عبد حقا، علم على ذات الله متصفا بجميع صفات الكمال جل وعلا، منزها عن جميع الآفات والنقصان. فإذا قلت الله، ما هو مدلول هذا الاسم؟ وما هو مسمى هذا الاسم؟ نعم، هو ذات الله جل وعلا، الإله الحق رب العالمين، متصفا بجميع صفات الكمال والأسماء الحسنى، منزها عن النقائص والآفات. هذا مدلول ومعنى الله، فهذا الاسم هو أجمع الأسماء الإلهية، وجميع الأسماء الإلهية داخلة في دائرة هذا الاسم، يجمعها كلها. وما هي الأسماء الإلهية؟ الأسماء الإلهية هي ما لا حد ولا نهاية، من جملتها 99 اسما لا خصوصية، من أحصاها أي حفظها وفهم معناها دخل الجنة. هذا معنى 99 اسم معلومة، هذه إلى خصوصية، لكن ليست هي كل الأسماء الإلهية، لا، بل لله أسماء ما لها نهاية. لما؟ لأن كمالات الحق ما لها نهاية، صفات الكمالات الإلهية ما لها نهاية، وكل صفة لها اسم يدل عليها. تقول:
من صفات الله العلم ايش تقول؟ عليم. من صفات الله القدرة ايش تقول في الاسم؟ قدير. من صفاته الحكمة فهو حكيم. من صفاته القوة فهو قوي. من صفاته العزة فهو عزيز. اذا تأتي الاسماء على حسب الصفات الكمالات، وكمالات الله وصفات كماله ما لها نهاية. اذا الاسماء ما لها نهاية، منها اسماء ظهرت في هذا العالم، ومنها هذه 99 وغيرها، الخالق البارئ المصور الغفار الطهار، ظهرت آثار في العالم هذا. وهناك أسماء ما ظهرت آثارها في هذا العالم، هي الآن في حضرة البطون الظاهر والباطن، ستظهر في عالم البرزخ، منها في عالم الآخرة، منها في عالم الجنة، إلى ما لا نهاية يا إنسان. ولله أسماء يمكن ظهورها على مد العوالم، ولله أسماء سأصر بعلمها لا يمكن ظهورها يا إنسان. فأسماؤه ما لها نهاية. ولذلك جاء في الحديث لما يسجد النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لأجل الشفاعة، قال: فيفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي. الله تعالى يفيض على رسول الله ويعلمه أسماء في ذلك العالم الآن ما ظهرت، والآن ما عرفها ولا عرفت الملائكة، سوف يفتحه الله على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من هنا تعلم معنى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. كان، لا تقول كان، ما لا كم ولا كيف، شيء لا يؤمن نهاية. أسماء كل حسنى، أي لها الحسن الأكمل الأكمل والأعلى على وجه ما لا نهاية. ومن هذه الأسماء ما بين الله سبحانه وتعالى، وذكر أيضا صفات متعددة في آية الكرسي. قال الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فهمنا معنى الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وصلنا هنا. هذه الآية، آية الكرسي، جاء في الحديث هي أعظم آية، أعظم آية، لأنها مشتملة على عدة أسماء إلهية ظاهرة وباطنة، ظاهرة ومضمرة، ومشتملة على مراتب توحيدية، مراتب التوحيد، من جملة وحدانيته في العلم الذي ما له أول وما له نهاية. قال يعلم، أي هو وحده يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. معنى الآية تقدم معنا، يعلم أي الله وحده يعلم ما بين أيديهم، أي أيدي العالم المخلوق، وما خلفهم. إيش معنى ما بين أيديهم وما خلفهم؟ قال إذا كنت أنت ماشي في طريق، بدأت تمشي في طريق، فالشيء اللي مررت عليه في الطريق رأيته عرفته تركته، صار هذا معلوم عندك خلفك، ولكن الشيء أمامك والدرب لأول مرة عم تسلكه، فاللي أمامك ما بتعرف شيء إيش بده يصير. أنت ماشي هكذا، ما بين يديك أمامك وما خلفك وراءك، فاللي مريت عليه من بعض الأمور عرفته، واللي ما مريت عليها ولا إنما هي أمامك وما تعرف عنها. ثم اللي أنت تركته ما كله ما كله علمته، علمته وما رأيته، وإلا الطريق هو أبعد مما أنت سلكت وأطول مما سلكت، هذا في طريق الدنيا.
فالله يعلم ما بين أيدي المخلوقات وما خلفهم، أي ما مر عليهم في العوالم السابقة إلى ما لا نهاية، وما بين أيديهم مما سيمر عليهم ويستقبلونه في العوالم الآتية إلى ما لا نهاية، هذا كله معلوم عنده وحده جل وعلا. أما هم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، يعلمون حسب ما هو يعلم. وعلوم العالمين والعالمين والملائكة والملأ الأعلى والأدنى بالنسبة إلى علم الله كما تقدم معنا في حديث سيدنا الخضر مع موسى عليهم الصلاة والسلام، قال كنقرة عصفور من بحر. هذا علم العلماء وعلم الملائكة والنبيين، وفي النسبة لعلم الله قال كنقرة عصفور من بحر يا إنسان. إذن الله يعلم ما بين أيديهم ما مر عليك، ما هو ما خلفك ما مر عليك، وما بين أيديك ستستقبله. ما مر عليك من خلفك أي مضيت عليك من أمور رأيت أو ما رأيت هو يعلمها. مر عليك طور كنت ترابا، قال هو أعلم بكم إذا أنشأكم من الأرض، هو يعلم من أي تربة أنت، أين التربة، أين بقع خلقك. خلق الله آدم من تربة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأبيض والأسود والأحمر بين ذلك، ومنهم السحر والحزن والخبيث والطيب مثل أراضي. أنت لما كنت في عالم التراب، في عالم التراب تعرف حالك، هو يعلم هذا ما خلفك، هذا مر عليك هو يعلمه. يعلم فيما كنت في الأصلاب، وهو خلقكم من تراب بعد صوت في الصلب من آدم إلى أصلاب، أنت ما بتعرف، هو يعلم جل وعلا. ويعلم لما أنت انتقلت الرحم، قال إذا أنشأكم من الأرض وإذا أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. ويعلم حين كنت في عالم الزر بعدما خلق آدم، استخرج الذرية من صلبه ومن أصلاب ذريته، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، أي أنت ربنا، كلما اعترفوا أن الله ربه. ثم لجأوا للدنيا، منهم من بقي على ما هو عليه وهم المؤمنون، ومنهم من كفر بعد إيمانه، يقال لهم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إذن هو يعلم، ما هو يعلم حين كتبك في اللوح المحفوظ وما هناك سيجري من الأمور، هو يعلم، يعلمك تفصيلا بالعلم الأزلي السابق في علمه. وكان الله بكل شيء عليما. كان قيمة يعني قال ما الأول، أي العلم اللي ماله مبدأ، أنت ثابت في علم الله يعلمك في أزل الأزل من قبل الأزل من قبل الأبد، يعلمك بالعلم القديم اللي ماله أول، لأن ذات الله وصفات الله ما لها مبدأ، ما لها أول، أنا معنى قديم لا أول له، باقي لا آخر له، هان القدم والبقى بالنسبة إلى الله جل وعلا سبحانه وتعالى. فهو يعلمك بالعلم القديم اللي ماله أول، ويعلمك ويعلم تفاصيل أمورك، ويعلم أعمالك، ويعلم حركاتك وسكناتك، ويعلم ويعلم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، أي ما مر وما يأتي عليهم هو يعلمه. وأنت في العلم قديم، أنت في العلم قديم، علم علم العلم الأزلي القديم، ثم خلق حسب ما علم جل وعلا. ولذلك قال ألا يعلم من خلق، اللي خلق هو أعلم بما خلق ما في شك. ولذلك قال جل وعلا في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن رسول الله وخاتم النبيين
وكان الله بكل شيء عليما. أي كان متى؟ وما في متى، كان في الأزل الآزال في القدم الذي لا أول له، هو يعلم أنه لا يليق لختم النبوة والرسالة والفضل على كل نبي ورسول، لا يليق لهذا المقام إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما جاء ختم النبوة وختم الرسالة لسيدنا محمد، ما جاء طفرة، يعني مثل ما أقول ما هي من طوعته، إنما المقضية في العلم الأزلي ثابت في العلم القديم اللي ما له أول، أن سيدنا محمد رسول الله هو خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم. وجميع ما يقضيه الحق هو معلوم عنده في الأزل، هو معلوم عنده في الأزل. يا إنسان كل يوم في شأن يظهر الأمور إظهارا، لكن معلوم عنده أزلا قديما، كل يوم في شأن أن يظهر الشؤون. أنت ما كنت ترى شيء بعد ظهر لك شيء، لكن هو معلوم عنده في آزال الآزال جل وعلا. قالوا كان أحد العلماء ابن الشجري يقرر ويعظ الناس، فدخل عليه رجل وهو سيدنا الخضر عليه السلام بصورة لكن ما عرفه الناس. قال له يا إمام ما معنى كل لون هو في شأن؟ قال فتوقف ابن الشجري ولم يحضره الجواب، فقال له غدا أجيبك إن شاء الله. فراح تلك الليلة وهو مهتم في الموضوع ونام، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا فلان الذي جاء يسألك هو الخضر عليه السلام، فإذا جاءك الغد قل له في الجواب شؤونا يبديها ولا يبتديها، يرفع قوما ويضع آخرين. فلما جاء الثاني في الغد وجاء الرجل قال ما الجواب؟ قال شؤون يبديها، أن يظهرها ولا يبتديها، لأنه ما الأول في العلم، هي معلومة، لكن هو يظهرها شيئا فشيء، ويرفع قوما ويضع آخرين. فقال له الخضر صل على من علمك صلى الله عليه وسلم. فيا هذا الله تعالى يبدي الشؤون كما ورد في الحديث، كل أمر في شأن، قال في الحديث معنى الآية، قال ومن شأنه سبحانه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويشفي سقيما ويرفع قوما ويضع آخرين. فكل هذا سابق في العلم الأزلي اللي ما له مبدأ، وكان الله بكل شيء عليما، فهو يعلم ما مضى وما هو آت، وما مضى عليك وما سيأتي عليك، ويعلم ما في قرارة نفسك. قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. إيش قال جل وعلا؟ واعلموا، لما قالوا علموا نبه العالم إلى أن يعلموا علم قاطع، ما يكون في شك أو ظن، علموا أي علم قاطع جزمي يقيني، كعلمكم باليقينيات. مثل إيش اليقينيات؟ مثل علمك الآن نهار، هذا بقبل جدل، يعني علمك أن الآن نهار هذا علم ثابت ولا علم ظني محتمل يتغير؟ قال لا، يقينا يقينا نهار. وإذا أي الناس قالوا لك أنت غلطان والدنيا ليل هلا تصدقون؟ قال لا أعوذ بالله، ما ممكن يقين. قال واعلموا، أي علم يقيني، أن الله يعلم ما في أنفسكم، ما هو في قرارة نفسك، ما انطوت عليه نفسه، ما أضمرته في قلبك، ما كل هذا يعلمه، بل يعلم منك ما لا تعلمه أنت منك، يعلم منك ما أنت لا تعلمه، شيء ما هو موجود لا في علمك ولا عرفته هو يعلم. هو كما قال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. إيش معنى هذا؟
التحقيق في المعنى يعلم السر أي الذي هو في قرارة قلبك، سما تكلم فيه ولا ظهر فعله في قلبك. وأخفى من السر أمورا تجري عليك وتفعلها والآن ما تعلمها أنت، لا تعرفها ولا هي في نفسك الآن، هو يعلمها جل وعلا. إذا إنسان واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، ليش أمرنا أن نعلم؟ قال حتى ناخذ حذرنا من عذابه وعقابه، فاحذروه أي فاحذروا وخافوا عذاب الله. إن واحدكم يعمل عمل يخالف أمر الله، يعصي الله ضمنا سرا بدون ما يشعر الناس فيه، ويقول إيه منه بدي أعرف؟ قل له الله بيعلم، الله يعلم جل وعلا، فهو يعلم ما في نفسك، ويعلم لما تحرك للصلاة، إيش مقصودك بالصلاة؟ ويعلم لما تحرك جيت للجامع، إيش مقصودك؟ في واحد مقصوده يجي ينتفع، يسمع له آية وحديث، لعله بتعظ، لعله بتنور قلبه، لعله يزيد إيمانه، لعله بتثبت عقيدته. وقد يكون في واحد لا بيجي مشان ينتقد، مشان يعترض، وما هو هيك وهيك، يقول له خليك على حالك أنت، خليك على نارك ونجتمع في الآخرة إلى آخره، والحساب بيجري بيننا. فيا إنسان واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، احذار عذاب الله. عرف واعلم يقينا أن الله مطلع على ما في نفسك، ليش مقصولة من الصلاة، من القرآن، من ذكر الله، من حركاتك، من بيعك، من شرائك. انت صلاة مع المشتري، صلاة مع البياع، الا في شيء خبيته واخفيته ولعبت عليه وما كان فيه، هو يعلم يعلم يعلم. اذا ايش لازم؟ قال فاحذروه، بدو حذركم. فالعلم الجازم يطالب صاحبه بمقتضى العلم وهو الحذر، ان تحسب لله حساب بقى يعني، لأنه يعلم، لأنه يعلم. أما يا إنسان بتروح بتخربط وبتخالف وبتتجر وبتغش الناس بتكذب تظهر لهم إنه أنت لا رجال منيح، إيه وين الله؟ أين الله منك يا إنسان؟ إيش ما له الحق يقول وعلم أن الله يعلم ما في أنفسكم بعد ما مرت على الآية؟ لك هي ما إلك، هي للكل. فيا إنسان اتق الله واعلم أن كل شيء عند الله معلوم، كل شيء معلوم عنده، ما فعل شيء جل وعلا. فعرفنا حتى نأخذ حذرنا. وهكذا جل وعلا كما قال سبحانه ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ما يكون نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال من شايفينه؟ قل له لك ما انت فاهم ايش عم اقول لك؟ عم اقول لك هو غيب، هو ما تعرف اللغه العربيه؟ درس؟ قال ما اقول له درس شويه ما عليك، بس اذا درست لك شويه بشوف حالك علان كبير في النحو يا انسان. هو اسم ضمير تامع، ضمير غيبي. هو يعني الا هو، ما يكون مثل الا هو رابع، اي هو اي غيب عنك كما ترى، لكنه يراك. هو ما من حيث أنت لا ترى، لكنه هو يراك. ما يكون مثل إلا هو رابع ولا خمس إلا هو سادس ولا أدنى من ذلك لا أكثر إلا هو معهم أينما كان. فإذا كان ولا بد بدك تعصي الله يحصل لك مكان هو ما يكون معك، يقول وين هيصي؟ قل له يعلمه ممكن، لأنه قال إلا هو معكم أينما كان، إلا هو معهم أينما كان، وأين ما كنت هو معك. فأما تعصيه وهو معك، يقول الله قلت حياة من الله تقول عن كل الحياة، تعصيه وهو معك وهو يعلم وهو يرى وهو يسمع، يعني قلت حياة.
ما تستحي من والدك ان تعصي الله، ان تعصي والدك امامه على مرأة منه، قال تستحي من ابوه، تستحي من معلمه، قال بيستحي. طيب من الله اللي قال الله هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. الله يعلم كل اعمالك الخفية والظاهرة، ثم يوم القيامة يحضرك للحساب ويقررك ويقول لك يا عبدي انا اعلم انك فعلت يوم كذا كذا وكذا. ينبئهم بما عملوا، يخبرهم يعني، هو بخبرك. لا يمكن ان تكذب هذاك الوقت، لانه اذا كذب يقول لك هيك عملت هكذا وانا اعلم. تقول له يا ربي إيه انا يعني منين انت تعرف؟ كنت معي؟ يقول لك نعم. إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي هو معك شاهد، ما هو غائب عنك جل وعلا، حاضر يعني شاهد، ما هو غائب تلقك ورايح، لا هو معنا مكان شاهد ورقيب والناقد بصير، فهو بيخبرك هكذا عملت. انت مر عليك ساعة كنت جالس مع فلان وجبت سيرة فلان وحكيته عليه، انت كنت مرة طعنت في فلان، انت كنت كذا، انت كنت كذا الى اخره، فهو ينبئك باعمالك يا انسان. قال جل وعلا، قال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. يا إنسان، هذا القرآن الكريم هذا فيه المواعظ الإلهية والتذكيرات الإلهية والتنبيهات الإلهية، فإذا قرأت القرآن ضع نفسك موضع الخطاب، موضع المخاطب، ضع نفسك موضع من يخاطبه الله. فلما تسمع يا أيها الذين آمنوا أنت قول أنا منهم، وعليك شو تجي وراها، أمر نهي تحذير وعطي إلى آخره، فضع نفسك موضع المخاطب والله يخاطبك. فلما ذكر لنا هذه الأمور إيش المقصود؟ قال أن نعمل بموجبها. قال فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، أخبرنا أنه جل وعلا لا بد يوما يجمع العباد ويسأل الرسل ويسأل الأمم الذين أرسلت الرسل فيهم، فيسأل كل رسول وأمته، فيسأل كل رسول يا أيها الرسول الفلاني مثلا، يا نوح، يا إبراهيم، بلغت قومك وأديت الأمانة ووضحت لهم، طبعا أدوا وبلغوا، فيسأل الأمة، أمة نوح، هل بلغكم نوح؟ مع أنه بقي فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، ما من معه إلا قليل. كم يعني قليل؟ كم واحد يعني؟ قال بعض السلف هم القليل يعني 60 انسان، قيل 70، قيل 80، والاكثر انه 86 واحد، 950 سنة وعم ببلغ ليل نهار، ما امن معه الا 86 واحد. إيه لو كان كل سنة واحد و 950 واحد، ومع هذا اجوا في الاخر قالوا ما جاءنا من نبي، انكروا. قال فيقول الله تعالى لنوح، يا نوح من يشهد لك؟ يعني انت تدعي بلغت وقومك ينكرون، والبين على المدعي هات البين. فيقول نوح عليه السلام يا ربي ان محمدا وامته يشهدون لي. قال فتشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن نوحا قد بلغ، ويشهد لهم رسول بالعدالة ويزكيهم
ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اللهم اجعلنا منهم من الشاهدين على من قبلنا ومن المشهود لهم بتزكية سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن كل نبي يسأل: بلغت؟ نعم. يسأل قومه: بلغكم؟ إن قالوا لا ثبت أنه بلغ. ماذا عملتم فيما بلغ؟ وعلى هذا كذلك سوف يسألك الله يا إنسان، سوف يسألك الله عن سيدنا رسول الله كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيحين، قال في الحديث الطويل: قال: وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه فليقولن له سبحانه وتعالى، وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه فليقولن له سبحانه وتعالى: هل بلغكم رسول الله، أي محمد صلى الله عليه وسلم، بلغك الرسول صلى الله عليه وسلم أدى ونشر الدين وعلم؟ يعني كيف تقول؟ فيسأل، تسأل عن رسول الله: بلغت؟ طبعا يقول: بلغني. إيش عملت فيما بلغت؟ ربما يقول إنسان إنه نحن ما بلغنا رسول الله، ليش ما بلغ خيره؟ ونحن ما كنا في عهده في الدنيا يعني. يقول له: البلاغ ليش خاص لأهل زمنه؟ لا، ألم تسمع قول الله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فهم القرآن، هذا كلام الله لازم تفهم ما لا بد منه. أما مثلا بعض آيات الأحكام، بعض آيات إلى آخره، هي شعر العلماء. أما أمور إيمانية اعتقادية ما تفهم، والله الأمر مش كده. قال: وأوحي إلي، أي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل أيكم في الآية، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينكم. وأوحي، أي وقل يا محمد، أوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، أي يا معشر الصحابة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، أي الذين هم في قرنه، أنذركم به. ومن بلغ، أي أنذر بالقرآن كل من بلغه إلى يوم الدين. فكل من بلغه القرآن إلى يوم الدين فقد بلغه رسول الله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من بلغه القرآن فكأنما شافهته. من بلغه القرآن قال: فكأنما شافهته، أي من بلغه القرآن فكأنه اجتمع برسول الله وبلغه رسول الله، بلغه شافهة. من بلغه القرآن فكأنما شافهته. ولذلك يا إنسان ترى أن القرآن الكريم ينتشر في الفضاء وهكذا في الإذاعات في بلاد الإسلامية كلها، حتى في بلاد الأجنبية، وإذا بالقرآن يقرأ، لا يقرأ لا توراة ولا إنجيل، إنما يقرأ القرآن ليظهره على الدين كله، حتى يبلغ، حتى تنتشر الدعوة، حتى يبلغ هذا القرآن من بلغه، فتقوم الحجة عليه يا إنسان. إذن يا هذا لا تقول ما بلغنا، بلغنا رسول الله، وهذا القرآن هو البلاغ، وهذا القرآن الكريم هو البلاغ. إذن سوف يسألك الله: بلغك محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا بد أن تقول نعم. إذن يقول: ماذا عملت؟ ماذا عملت؟ إيش عملت؟ إيش عملت فيما بلغك؟ إيش عملت في القرآن؟ عملت بوجب القرآن ولا خالف؟ القرآن يقول ينهك عن الربا. إيه؟ عم ترابي إلا تركت الربا؟ قال: والله الله أرحم الراحمين. لو فهمنا الله أرحم الراحمين، من قال لك الله أرحم الراحمين؟ منين هي سمته؟ الله الله قال لا، منينك؟ قال بالقرآن وهو أرحم الراحمين. قل له: مثل ما أنا أرحم الراحمين؟ قال: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم.
فمثل ما قال هي قال هي جل وعلا. فإذا كان من نسك وهذا اتركوا حدا نصير مثل النصارى واليهود أخذ بعض الكب كفروا بعض يا إنسان. لا هذا ما يكون يا إنسان، فاللي قال غفور رحيم وقال أرحم الراحمين قال أيضا اعلموا أي أيقين أن الله شديد العقاب وأن الله غفور، نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم جل وعلا وأن عذابي هو العذاب الأليم. بعد ذلك أوامر الله ما هي سخرية، ما هي مهزلة، إنما هي أوامر، مناهي. بتمر على آية يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم. بتمر عليها تقول لا أنا مالي منهم، أنا ما بسخر من حدا، تراها على أنه المرأة الصالحة والله أعلم بصلاحها ما بنعرف فيها كذا وهكذا، وإذا بها لا ما هي منهم. والحال شايف حالة في التقوى والورع والصلاة وترى أنه كل بقية النسوان كلهم فسقة، وكل واحدة بقال لها الزم وقال لها مسألة، وهي على أنه مثل ما في بريئة ما في مثلها يعني، قل لك أنت مثل غيرك يعني شو الفرق يعني، ربما يكون أنت شوي أخف من غيرك، لكن كونك عم تزكي نفسك وتنظري لهلا غيرك بنظرة السخرية هذا عين الحرام. لا يسخر قومك ولا نساء من نساء. والإنسان إيه ما تسخر من غيره لما يشوف ناقصة، معناه أنه أيضا لو رأيت الناقصة في غيرك لا تسخري عليها، ولذا كان ما في ناقصة ما حدا بيسخر من الثاني، لما واحد بيسخر من الثاني معناه شاف أنه ناقص، مع هذا النقص لا تسخر منه. ليش؟ لأنه هذا بلاء ابتلي فيه، فإذا سخرت منه أوقعك الله بما وقع فيه. فالسخرية لا تجوز يا إنسان أبدا، لا على الصالح ولا على الطالب. رأيت نقص في غيرك والحمد لله وانصحه وذكره وعظه وبين له يا أخي الله يرضى عليك ما بدو الحرام كذا، إيه أما تسخر عليه تضحك منه. إيش قال عبد الله بن مسعود؟ تعرف عبد الله مسعود؟ عبد الله مسعود معنا، قال لو سخرت من كلب خشيت أن يجعلني الله كلبا. لا تسخر من خلق الله أصحاب، وإنما تعظ وتذكر وتنبه وتنصح ما تضمح، هكذا شأن المؤمن يا إنسان. ما بتمر على الآية لا يسخر ما أنا هذاك مرة لا مو أنا هذاك مرة لا لك، أيها هذا من القرآن عم خاطب أقول يا أيها الذين آمنوا أنتم أهل الإيمان. طيب لا أنت ما أنت وما أنت لكم من الحيطان يعني؟ لا أقول أنا، ضع نفسك موضوع الخطاب موضوع المخاطب. ولا يغتب بعضكم بعضا، بمر عليها ايش نقول؟ لا 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 انا ما بغتاب حدا، والحال واقع في الغيبه في نهر في الغيبه في النجاسه، وهناك بمر عليها لا لا مو انا هناك مو انا. طيب لمين هي الايه لك؟ الله خاطب المؤمنين وانت من جمله مؤمن، فاذا كان كل واحد مو انا من هو لك؟ لمن عم خاطب يا انسان؟ فلا تجعل دائما القران اوامر من اي مصروف الى غيرك، قل انا وانظر في الأمر عم تطبقه قول الحمد لله، نهي عم تنتهي عن قول الحمد لله، ما عم تنتهي انتهي، وهكذا. لا تتخذ آيات الله هزوا، لا تتخذ كلام الله مهزلة سخرية، بيجيب لك الآية بيجيب لك حبيب بيجيب لك كذا عم بوها ما ايه بتضحك ايه يا أخي مو كل هاد ايه مو كل هاد الله عم تضحك. لا تتخذ القرآن مهزلة ولا حديث النبي مهزلة، كما قال الله تعالى إن هذا القول فصل وما هو بالهزل، هذا ما هو هزل. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. ليش أخبرنا؟ قال حتى تعد العدة. تعرف لما الله بيسألك عن موقفك مع سيدنا محمد إيش هو موقفك؟ موقف المتبع صلى الله عليه وسلم، موقف المحب، موقف المعظم لرسول الله، المتأدب المتمسك بشريعة ودينه، ولا لا موقف الفلتان يعني منو الرسول؟ مثل واحد يقول لك ايه منو الرسول؟ خيو مو كل البشر، خيو منين بشر؟ قول مو القرآن قال قل إنما أنا بشر مثلكم، قل له لك كمل الآية يا مجنون، يا ناقص الدين والعقل كمل الآية.
قل إنما أنا يوحى إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، أي يوحى إلي بالخصوص خصا الله بمقام الوحي. ما أنتم تنالون هذا المقام؟ بشر حيث الجسم بشر نعم، لكن في خصوصية رفعه الله على مستوى غيره، وأن يوحى إلي أي ولا يوحي الله إليكم، ولذلك هو رسول الله، يجب أن يعظم ويحترم وتتأدب معه صلى الله عليه وسلم، وأن تحب. لا ينهى عنكم حتى يكون لأحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، بل كما قال حتى أكون أحب إليك من نفسك، لازم تحب النبي فوق محبتك لنفسك. ما في محبوب مخلوق عندك أعظم سيدنا محمد. أما رب العزة فهو الخالق، ومحبتك لسيدنا محمد صدق محبة الله جل وعلا. إذا ادعيت محبة الله دليل ذلك أنك تحب حبيبه. من هو حبيب الله الأعظم؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا ادعيت محبة الله لازم تحب حبيبه الأكرم. فإذا أحببت حبيب الله أحببت الله حقا، ما أحببت حبيب الله أنت كاذب في محبتك لله، كذبت. وعلى هذا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. الله تعالى يخبرك، سوف يقص عليك أخبارك وأفعالك والأعمال التي صدرت منك والأقوال التي صدرت منك، بده يقص عليك مفصلا في الآخرة. فلنقصن عليهم أي أمورهم عن بعلم، أي بعلم منه بذلك، علم محيط، أنه علم محيط. إيش؟ ويقول لك يا عبدي أنا عالم وعليم بكل ما فعلت، وأنا ما كنت غائب بل شاهد عليك، وما كنا غائبين. الله قل لك أنا كنت شاهد ما لي غائب، هتفهم؟ يقول لك أنا كنت شاهد على أعمالك ما لي غائب عنك، وما كنا غائبين أي بل كنا شاهدين حاضرين حين فعلت كذا كذا كذا، كما قال جل وعلا إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، أي حين تباشرون العمل والقول إلى غيره، هو شاهد ومشاهد ورقيب جل وعلا سبحانه وتعالى. لما أخبرنا بذلك؟ قال حتى يكون معك مناعة عن المخالفة، تعلم يقينا أنه شاهد عليك ورقيب ويعلم ما يصدر منك. فإذا أيقنت وأنه سوف يقص عليك أخبارك ويسألك عن أعمالك، إذن لازم تأخذ حذرك، خاف من عذابه، من عقابه، من عتابه، من حجابه يا إنسان. ليه؟ لأن العقوبات متنوعة، في عذاب، في عقاب، عذاب جهنم، عقاب بأمور يبتلي فيها، وهكذا في الآخرة يعني أيضا هناك عقاب، وهكذا تمر عليك كروبات وشدائد نسأل الله العافية، في عتاب قد يعاتبك، في حجاب يا إنسان قد يحتجب عنك جل وعلا، قد يحتجب عنك. فكل هذا بسبب المخالفات. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من أهل المراقبة، أن نراقب الله في كل أمورنا وأفعالنا وحركاتنا وسكناتنا، وأن يوفقنا للسلوك على طريق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسيأتي تمام هذا إن شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.
والأحياء منهم والأموات
صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أحبابنا الله يرضى عليكم يا أحبابنا الله يرضى عليكم. أنتوا هذه المرة سويتوا زحام وسياح وعياض وإلى آخره وزاحمتوني وزاحمتوا بعضكم، فهذه الشغلات هي ما بصيرها. يعني بزاحم بدل ما أدعي له قلت لكم بدي عليه بعد لا حد يزاحمنا ولا تزاحموا، وأنا بدعي لكم وأنتم بتدعوا لي، والله لا يخجلنا ولا يخجلكم لا في الدنيا ولا في الآخرة، وجعلنا وإياكم في نظر سيدنا رسول الله في خاصة أتباع سيدنا محمد وأحبابه. خلوني الطريق وكل واحد منا يدعو لأخي في ظهر الغيب، ونحن ما بنساكم إن شاء الله. السلام عليكم. يلا.